عليكم بنات. بابا احنا في الطريق دابا، كي قلت لكم غادي نحط لكم ستوري، نحط لكم ندير لكم لايف باش تعرفوا الخطوات بالضبط كيفاش دايره. واحد الموضوع بغيت نشير ليه مهم جدا. الله يستر عليكم نتوما، عرفتكم كديروا فيا الثقه، عيطوا ليا ديزان دو بيرسون ودي سونتين دو بيرسون ما جاوبتهمش، بغاو يصيفطوا لي الفلوس، مشاو الناس من باب المحل لقاو سدبه ويحطوا لي الفلوس. انا ما بغيتش الفلوس، باش نتفاهموا على واحد القضيه، انا ما بغيتش الفلوس، انا بغيت ندير هادشي بوحدي، ما ديروهاش من قبل الصواب، ما بغيتش معاونه. انا مع هاد السيد هذا هيثم داكوغ، وحنا بغينا نديرو بينا بوحدنا حتى شي حد، حنا بغينا نخدمو بدراعنا، بغينا نخلصو من جيبنا كلشي درتو انا وياه، ما بغيناش فلوس. فوالا هادي اهم حاجه، باش تبقى مصداقيه للحاجه، تبقى لهداك الشيء لله لسبيل الله، ما بغيناش الفلوس. فوالا الجمعيات اللي تيقولوا لينا حنا كندير فيك الثقه، حنا ما بغيناش الفلوس، حنا بغينا نديرو بوحدنا، بغينا نخدمو بيدينا، بغينا نهزو وندوز السخطه خانزه بريحه هو خالد. شوف من قبيله وحنايا واقفين من 7 ولا 8 باش عيطت لك ياك، لقينا مشكل مع البرونجي، ما بغاوش يعطيو الخباز. الناس ما عرفتش علاش، الناس في المدينه ماشي بحال الناس اللي كاينين في الباديه، مساكن ديالهم مهرسين وما كاينش كاين في المدينه، طيبوا بيناتكم وقعدوا بيناتكم وصافي، علاش هاد الجشع وهاد الغوات وهاد الصداع وهاد الشيء؟ عاودي لهم شنو طرا لك انت في عاودت لهم في هذاك اللايف، عاودت لهم يعني احنا ما بغيناش هذاك الشيء، فهمتوا؟ بغينا صيفطوا ليا على الراس وعينيا انتوما والطراب اللي تحت رجليكم وما كرهتش، ولكن انا ما بغيتش الفلوس، ما بغيتش شي وحده تحرجني. الله يرحم لكم بها الوالدين، كلكم على راسي وعينيا، كلكم الله يرحم لكم بها الوالدين، كلكم الله يجازي لكم بخير. مي انا ما بغيتش الفلوس لا من بعيد لا من قريب لا من حتى شي حاجه. الحمد لله انا برزقي وهاد السيد برزقو، الحمد لله حنا غاديين في الطريق، كاين الطوبلات ديال العسكر غاديين تبارك الله عليهم. شوف الله ينصر سيدنا والله يخلي لنا بلادنا، هادشي غنقول ما نزيدش شي كلمه اخرى، لانه كلنا امل اننا نحطوا هاد الشيء وخلينا اللي كيصاوب لينا وحدين اخرين في الدار حوايج اخرى. وي خلينا لي فواتور الاخرين وكل شيء باش تيتعمروا، باش نعمروا باش يخلطوا علينا ولا نمشيو نجيبوه. اما الفلوس ولا شي حاجه بغي يعاون شي حد شي حاجه خدام، ممكن نقول لكم فينا بلاصه سيروا، كل واحد يوصل الراسو يصيفط مع شي حد. فوالا تقدروا كلكم اكزاكتومون تقدروا كلكم تديروا هاد الشيء هذا، حتى واحد ما معطوب، كلشي الناس عندهم طوموبيلات، كلشي الناس عندهم يقدروا يديروا حوايج واعرين. داكشي باش كنقول لكم كاينين جمعيات موثوق منا انا، لا ولا حنا ماشي جمعيه، حنا ماشي جمعيه فوالا، ما نقبلش انني نمس بالجمعيات. كاينين جمعيات اللي كتخاف سيدي ربي، كاينه جمعيه الفلالي اللي زوينه بزاف، هذيك السيده كنثق فيها، تقدروا تواصلوا معها تعطيوها هي الفلوس، لانه عندها مسائل قانونيه وعندها انا دايره راسنا حنايا، ما انا بريئه يدي مهزوزه من انني نقول شي واحد عطاني درهم فوالا باش نكونوا متفقين، حتى واحد ما عطاني درهم، ما بغيتش حتى شي درهم من عند شي واحد، موضوع تسد. اونسويت الطريقه حنا غاديين فوالا، هيثم شاد لوكاليزاسيون تيهضر مع الناس اللي عنده المعارف اللي عنده تمايا باش يقدروا ندوزو. حاجه اخرى البنات، حنا ما غاديينش غنعاونوا غير دوك الناس اللي وقع لهم المشكل، غادي نعاونوا السلطات اللي هما العسكر، اللي هما لي بومبيي، اللي هما نقشوا اللي هما لي بومبيي، اللي هما لي زانفيرميير، اللي هما الناس المسؤولين اللي تمايا الا ما كلاوش الا ما شربوش ما غاديش يقدروا يخدموا. واش فهمتوني؟ هاد النقطه مهمه خصنا نفكروا فيها. هادوك الناس اللي كاينين تما اللي خلاو والديهم، اللي خلاو ولادهم، اللي عاتين من رؤوسهم، يعني عاتين من رؤوسهم من دمهم، باقي عندنا لو ريسك ديال 50 60% 70% انه تقدر تضرب
باقي لحد الان راه حطيت لكم لابليكاسيون طيب تضرب كاينه هزات ارضيه كل دوك الناس نتلاقاو بلا غوز تاع ويركان هما عندنا لوتوريزاسيون كيتسناونا الجوندارم وكلشي كيتسناونا صافي كيتسناونا حنا غادي لويركان حنا غادي لويركان نبداو من ويركان انه سيرتي لوكاليزاسيون باش نصيفط على ولدي يجيني من كازا انا البلاصه اللي بقات الوحيده اللي واحد السيده صيفطت لي ثلاثه الكاميوات مسكينه زعما برافو فوالا صيفطت ثلاثه الكاميوات كتسناني دابا فوالا صا هذا وي نقبل هادي ما صيفطاتش ليا فلوس غير ماشي تحت مجهر الفلوس صيفطات لي ثلاثه الكاميوات نتاع لي كوشاج وديال لي مانط لي ماطلا وديال المنطات لي ماطلا والمنطات ولي كومونديت انا وياك غدا غادي يوصلوا حتى هما وكاينين فوالا وحنا غادي نرجعوا وغادي نبقى مع هيثم غادي نمشيو غدا للسوق ديال الخضره فوالا باش نشريو باش نشريو هكا المهم كثر من هذا الشيء بون كاين 30 كيلو ديال البنات داكوغ باش نكملوا هاد الاكثر 3 ايام 4 ايام فهمتي المساله بغات القوه وبغات الصبر بغات الوطنيه وبغات الوطنيه وبغات شي حاجه فوالا بغينا تكوني باغيه انت اما باش تجي وحده بنت مراكش تقول لك انا نجي نرمي لك الفلوس ونزيد لا حبيبه ديالي انا ما محتاجاش هاد السيد ما محتاجش الحمد لله احنا بخيرنا مبادره جات بارازاغ ما درناش باش نصوروا بها ولا شي حاجه انا نصوروا ولكن انا بغيت نوريكم كلامو قبل كذا انا هذا مراكش احنا مراكشيين قبيله كتبكي بغات تمشي غدا لكازا كنت على خمسه غدا لكازا جافي با شوفوا كنت اون بانيك ما بغيت تخيلوا باش نجلس في داري اون بانيك خرجت تن تن مشيت لكيلس وكان مشيت لطريق كازا قال لي هيثم صافي فو بخوندغ لا ديسيزيون يلا صافي رجعت قلت له هيثم يلا انا نمشي نجيب الخبز حيت انا عارفه ان المشكل ديال الخبز غادي نوقع فيه من الحمد لله عندي هنايا 250 خبزه بلس شحال جاب في الاخر 400 بلس 400 اللي جايه في الليل وهادو اللي جابوا جابوا شي 200 ولا شي 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 200 خبزه صاوبت الخلطه اللي كنت كنصاوب قبيله راه صوبتها جايبها في السوبيرات جايبه الماس وجايبه المعالق وجايبه انا مخدمه بيديه السيده اللي كتبات لي في الكومونتير ديري يديك ديري معلقه انا خدامه بيديه بحال كنصيبو الراس بيديه هكا تنهز وتندير يديه نقيه يديه نقيه المعلقه دابا ماشي وقت المعلقه ماشي وقت اللباس ماشي وقت نو انا خدامه بيديه فلهذا الله يرحم والديكم لي كومونتير الوالي والو بيعصبوني ما تقولهمش ليا اجي من جهه شوفوا الدنيا كي دايره انا غادي نوريكم عين المكان اشنو واقع فيه اشنو كاين تحيه للسلطات هذا امتحان لينا كاملين المغاربه وتحيه للسلطات علاش تحيه للسلطات حيت ما ممكنش نقولوا هادوك مساكن ما نعسي هذاك الشيء اللي كتكتب في لي ريزو سوسيو انا ما عجبنيش نحن تحت قياده ملك الملوك سيدنا الله ينصرو محمد السادس واقف وشارف والسند ديالنا الكبير مسؤولين خاصنا نثقوا فيهم جميع الثقه خاصنا نعطيهم ماشي جميع الثقه خاصنا نسلموهم ريوسنا ما يمكنش ندفلو على المسؤولين ديالنا انا دائما كنقولها لكم هاد المسؤولين ما يمكنش يخليو الناس مرميا وما كيديروا والو لا مساكن كيديروا كيديروا كيخدموا ما زاكينش ما قاعدينش سيدنا الله ينصرو واقف على هاد الشيء ما يمكن ما خصش يكون عندنا مثقال ذره ديال الشك انه السلطات المغربيه تتقصر في هاد الشيء هذا داكشي باش كنقول لكم الله يستر عليكم الله يجازيكم بخير نحن بكامل ثقه بالسلطات المغربيه انا بعدا ممكن نقول حاجه خاصنا نكونوا مثل لهذا الشيء خاصنا نكونوا اكزاكتومون باش ماشي من بعد تقاسمنا السياحه تاعنا والاقتصاد ديالنا خاصنا هادشي كيوقع نورمال هادشي اي بلاصه كيوقع فيها خاصنا نكونوا عندنا الوعي خاصنا نوقفوا خاصنا نوقفوا عدم دابا نكونوا مع بعضياتنا ماشي واحد عاد يقلب على الماكله واحد بغى يدبز معاه انا شفت مناظر البارح واليوم ما يمكنش تخيل معايا الناس مشاو يشريو ماكلتي دابزوا على قبل الماكله ماشي غير الماكله اللي جا معانا اش معنا طراب واحد وطنيه وحده بزاف
يسد دابا خصنا نكونوا ناس وطنيين. شوفوا الكميوات ديال اللي تخافوا عامرين بالكوشاج وعامرين شو الناس مساكن. احنا في الطريق البنات في عين المكان في الطريق نتاع تا ما باش تحفظ ليهم. الويركان البلاصه اللي بدا فيها اللي قالوا راه بدا من الزلزال فوالا. عاش الملك، تحيا السلطات المغربيه. خصنا نتفهموا، انا غاديه دابا ما عنديش لي زوتوريزاسيون، واي حاجه غادي يقولوها ليا غادي نتقبلها. صيفطوا علينا صافي، انا غوسي لوتوريزاسيون باسكو هيثم اللي تكلف بهذا الشيء هذا واللي دار توسكي ادمنستراتيف. ف احنا انا بعدا شخصيا متقبله وبكل روح وطنيه باي حاجه بتوقع تمايا اي حاجه. اون بلوس كنت البارح ضعيفه، وكنت البارح ما قاداش، وكنت البارح ما 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 صبراش، وكنت البارح شفتو الهستيري اللي جاتني. و سبحان مبدل الاحوال، سبحان مبدل الاحوال. ندخلوا عندكم، شوفوا مولاي ابراهيم كيراب، شوفوا الناس مولاي ابراهيم ديالكم ديريكت جور كريبين. بنجول لا غوص. شوفوا شوفوا عرفت الطريق كاينه. ف سخفت يا ما كاينش جندارم وداكشي ياك، واش فهمتوش بنقول لكم؟ قول لي راه ثلاثه الكميات واقفين تما. شكرا. كنهضروا على هذه السيده، قول لها باش نمشيو كاملين لافونس تاع ويركان. كاين الجدارميه وكاين الباشا، كاين كلشي، كاين كلشي كيتسناو باش يصايبوا. دابا نكمل اللايف، دابا ثاني سامين. ف هادشي اللي بغيت نوصل لكم البنات، يعني حنا في الطريق دابا، في الطريق. ما تنساوش بلي السلطات كاينين تمايا، المسائل ديالنا كاينين تمايا. البنات، البنت الاخرى اللي عندها هيثم والولد كيصاوب لي، كيتسنى باش يصاوب لينا، عمروا لينا الطوموبيلات الاخرين، يخلطوهم علينا. اشنو اخر؟ واحد كنأكد غدا تصوروا باش نديروا، حنا جايين نديروا حاجه واجب وطني. ما عارفين شوفوا، هما فاهمين. ضحكنا في لي كومونتير. لا شوف لي كومونتير الناس جاوا لي عارفين. شوف غير باش نقول لكم، البارح كنت خايفه وكنبكي وهادي وما عرفتش شنو. اليوم عندي واحد الكوغاج حتى انايا، سبحان الله. كنقول انا مستعده نطلع نموت. شوفوا الناس. فهادشي اللي بغيت نقول لكم، يعني الله يرحم والديكم، الله يستر عليكم، الله يجازيكم بخير. ادعوا مع هاد الناس، و اللي بغى يشوف دوك الهزات اللي باقيين كيكونوا راه يدخل لابليكاسيون كومونتير. تكون شوف اخرون بكم، حتى انا عرفتكم انتم باغيين تعاونوني، وعرفتكم باغي كرهتوش تجيو داكشي، ولكن ان شاء الله نجيو في الفرح، نجمعوا في الفرح. فهادشي اللي بغيت نقول لكم، نتجمعوا ان شاء الله في الفرح، اكيد نتجمعوا في الفرح. الله يرحم اللي ماتوا رجلي، عرفتي مع انايا الرجل عندي ولا هو رجليا. من البارحه انا راه بقيت واقفه في داك الخلا وجالسه في الطوموبيل، راه ما يمكنش اش وقع علينا. الحمد لله. شوفوا مؤمن مصاب، وحنا حنا متقبلين. حنا شوفوا مؤمن مصاب، حاجه جسد ربي اتحاد. لا لي كومونتير زوينين، الناس متفاهمين. ما عنديش انا دوك المتابعين الخايبين، انا عندي متابعين كلهم زوينين. ما عنديش داك بوزبال وداكشي اللي كيبقى يساب وداكشي. رجال وعيالات عندي، كلشي مربي، كلشي زوين. قليل اللي كيخرج شي كومونتير اللي كيكون حقود، ولكن لو غيست الحمد لله. ما عندناش فيهم مشكل. اش بغيت نقول لكم البنات، غدا شتي حتيت نخرج، شوفوا رجلي كي تنفخ. ما درتيش دوك التقاشر ديالو؟ ما درتش التقاشر. شوفوا رجلي كي تنفخ. تنولي هادوك غدا ان شاء الله، بقى عندنا دي تخوك عاوتاني غدا، ونشوفوا واش من ديستيناسيون. شوفوا حنا غادي نشوفوا، نمشيو نشوفوا بدا شنو واقع.
ها اليوم اليوم نشوفوا اناليزي واشنو واقع اناليزي واشنو واقع وغدا ان شاء الله ديك الساعه غدا كان شي حد بغى يدير شي حاجه نقولوا ليه سير يحطها فواحد البلاصه ديك الساعات اما هو يجيبها اما ديك الساعات راه كاين الناس حتى كما فحالهمش اكزاكتو تما يسوي خير بقلبو حنا الفلوس ما ناخذوش الفلوس ما كاينش فلوس نو صح حنا قادرين لا كلشي الفلوس حنا وصلوا لحاجه عند الناس شي حد بيع حتى شي دانون ترونسفور من عندنا كلشي نطلعوا معانا مشكل الفلوس ما ناخذوش الفلوس فلوس نو فلوس نو فلوس نو ما يجيش يهد يقول لك غلامور شدات ولا شي حاجه اللي معترف بهم كيديروا هذا الشيء وكياخذوا الفلوس كاين بنك اليمونتير نقدروا تي سي سكو جي بونسي فكرت في واحد الحاجه ما دابا حنا حتى كلشي بغى لاسوسياسيون ما نقدروش حنا نديروها تتمشي كتحط الماكله كاينين دي زاسوسياسيون اللي كتمشي تحط فيهم الماكله نبقاو حنايا هنا ما يجيب لينا حتى حد شي حاجه نمشيو نحطوهم في لي زاسوسياسيون نحطو لي زاسوسياسيون فوالا في لي زاسوسياسيون كيتسموا بنك لاليمونطاسيون ولا بنك ان تروك بحال ما هكا الناس تبرع بالدم الناس شتي شنو وقع تبرع بالدم الزحام وكلشي راه ما كاينش غير تبرع بالدم فوالا لا ولاتي تبرع بالدم تقدر تشري التمر والحليب وسيري دير باب السبيطار نتاع سيفين سيري دير بوحدك شري 50 كرطوشه سميتو نتاع الحليب ولا 100 كرطوشه ديال الحليب وشي جوج بلاطويات ولا ثلاثه البلاطويات ديال التمر ودي للناس تمايا بوحدك موطورك بطوموبيلتك انت وصاحبتك وسيرو قول لهم عافاك ما يديروش الزحام وما تدابزوش باش ما يوقعش ما توقعش فوضى في البلاد وما توقعش فوضى في هادشي ما تخسموش وسيروا يعني مزيانين الريزو بدا تيمشي البنات راه الريزو هنا ما كاينش بونك اليمونتير فوالا بونك اليمونتير انستغرام هانتوما البنات الله يستر عليكم الله يبدا تيتقطع ونسمي تخاصموش مع البوليس مخاطة ولا في الجراج اللي كاينين في المدينة باسكو عاد هبطت من هذيك البؤرة نتاع الزلزال تحت البلاصة اللي قدرنا نعاونو فيها الناس انا غادي نحط لكم لي ستوري دروكا باش تشوفوهم ما كاينوش انترنيت ما كناش عارفين بلي ما كاينش انترنيت لحال الطريق خطيرة الحجار وداكشي كلها جندار كلها درك ملكي كلها جيش ملكي كلها كاع جميع انواع لي توني ديال الداخلية كاين ف ردوا بالكم الوقايه المدنيه مساكن الوقايه المدنيه ما لقاتش ما لقاوش الماء ما كاينش كاين واحد لو مونك كبير ديال لانيمونطاسيون ف فوالا حنا درنا اللي قدرنا عليه وغنخلي لكم الصور باش تشوفوا الحاله كيفاش دايره في هذا المكان اول بلوغوز واول انسانه واول واحد انا وهيثم اللي وصلنا تبارك الله عليك هيثم اللي وصلنا تمايا ان شاء الله الاجر مكتوب سيدي ربي يا رب اول وحده نوصل
فوالا بدينا كنفرقوا وما بغيتش انا نصور الناس بزاف. المهم بدينا اورغانيزينا كلشي كلشي مقاد كلشي وحدك عجبنا الحال كلشي وحدك كلشي هيثم فوالا هذا الساك هذا الى عطوا بيدو هاك الله لا يقبل هاك شان هي صور الناس البنات بسم الله ها هما جابوا لكم الحليب ها هو جاي بسم الله الله يرحم والدي الله يعاونكم شوف الناس متشردين واخ خاصك يكون عندك القلب باش تزيد تشوف هاد الشيء كلها عندك البلاصه مشات للمي غلامور حنا كنحاولوا دابا نفرقوا شويه بشويه السلام عليكم الكاميو غادي نبيتوه في لوطيل باش نطلعوا الصباح للفوق هنايا كنفرقوا غير هادشي في الطوموبيلات يلا فوالا معنا ليكيب كو الدراري هيثم شوفو زيد باردون عينا بزاف ولكن الا لسبيل الله لا واعره واعره شوف ميم لي جوندارم ساكن لي جوندارم كلشي تحية للرجال الأمن تحية لكم تحية لهم خدامين مساكن خدامين كاين الخدمة عندهم لي كلاموغ هاد الطوموبيلات قلنا باش نتحكمو في الوضع وما تكونش همجية ويكون كلشي قانوني وعلى حقو طريقو ومعنا رجال السلطة هنايا فضلنا أننا نهبطو من الطوموبيلات ومكنصورش الناس سير باش نوصلوا لهذا لي طونط لي دايرين الفوق اللي مالينهم حتى هما متشرجين وصبحوا بين ليلة وضحاها بدون مأوى بدون سكن بدون أكل بدون شرب أطفال يتامى نساء أرامل رجال أرامل ها هاني فينك هيثم فينك فين عطيتي لهادو البيض واخا بلاتي الخبز هنايا عندكم الخبز لا ما عندوش ها هاك بسم الله هاك اخويا هاك هيا عطات الوالده زيد يلا الخبز ها الخبز يلا زيد هيثم يلا زيد خليني البيض لدوك الدراري جيت للمدرسه خليني البيض للمدرسه يلا زيد هادي بقاين واحد يلا شوفوا الناس فين مرميين الناس غير مرميين مساكن هاتي يلا ها هو معايته ها هو هاك يلا هاك الخبز بسم الله هاك هي الخبز الموجي هاك هاك الخبز بسم الله هاك بسم الله بيضة تاع الخبز بسم الله ها هو عطيتها يلا زيد نعطيهم ياكلوا لانهم بلا بهم ما غاديش يكون هذا الامن وهذا الامان اللي كاين في هذا الاستقرار اللي كاين دابا وهذا التنظيم
فالدرك الملكي كنشكركم بزاف، الجيش الملكي، لي جوندارم، الوقايه المدنيه، كلشي 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 كنشكرهم. واحد شوفوا حتى الكلاب، عطينا الماء للكلاب، الكلاب انتما الكلاب هنايا في الطوموبيلات عطينا لهم الماء حتى هما، لانه الكلاب هما اللي كيشموا فين كاينين الموتى. ومسدود عليهم بلاتي نشوف نوريكم 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 الكلب هنا الوجه، ها هو حطت لي حطت لي البيدو هنايا وها هو الكلب شوفوا. فحتى هو بغيت انه يشرب الماء باش يخدم الخدمه ديالو. كنتمنى ان هذه المبادره تكون زوينه، غدا ان شاء الله الكميوات غادي نطلعهم هنايا مع الخمسه ديال الصباح. برافو عليك، ديزو.